واش حضرتي الدرس اللي قال لينا الاستاذ؟ امنينا اخويا، اخوك بقى البارح مع فري فاير، بغيت غير نوصل لعشرين الف نقطه، ولكن باقي خاصني نلعب. اصاحبي راه النقاط اللي خاصك تجمع هي ديال الدروس، راك غتضيع العام. اخويا الدفتر ما تيبغي كاع يتشد ليا في يدي، وراسي تيضرني بيه. وصاحبي انا غير نصيحه مني، حيت انت صاحبي، انت اش بغيت ندير بشي قرايه؟ راه الوالد لاباس عليه، واللي بغيتها تجيبها ليا. حتى انا فرحان مع راسي حيت محضر دروسي، ويمكن ليا نضحك ونفرح مع راسي. غير تبع الدروس دابا نشوفوك اش غيطلعك. سعيد تبارك الله عليك، جبتي النقطه الاولى، غنبغيك تستمر ولدي في مجهوداتك. قول لي يا سعيد، اسميت باك؟ اسميت مسعود استاذ. سعيد ومسعود. واسميت امك؟ رابحة سعيد. الله اكبر، وهذه عائله خصها تكون سعيده. ولكن انا سنعرف باك بلا غطرب معاشو، وسمعت بلا ما عندكم لا ما ولا ضو، عايشين غاب كب وكسر، او لا؟ لا استاذ، راه الا بغيتي تلاقى مع با هو غيشرح لك كل شيء. وشفتي حنا استاذ، الا جيتي لعندنا غادي تشوف السعاده فاش حنا، واخا ما عندناش. واخا، وكيفاش كتحضر دروسك في الليل وانتم ما عندكم ضو؟ في الليل اللي كيطيح الظلام تنخرج وتنجلس تحت البوطو ديال الضو اللي في الحومه. اتما فين تنحضر دروسي يا استاذ؟ حيت ما عندنا اي لمبه، ما عندناش الضو، ما مساعدانيش. تبارك الله، ما شاء الله، لا اله الا الله، الله اكبر. وهل اللي بغى يقول لك انا باغي نقرا؟ ماشي بحال اللي لاصق فوق الزيب تباه وضاربها في العشره. شتي حنا استاذ، سخر لنا الله داك الوالد، راجل طيب واخا درويش. ايوا زيد اسعيد، راني قلت لك استاذ، الا بغيتي تفهم الوضعيه فاش حنا، تلاقى مع الوالد وهو اللي غيعاود ليك. اييه، غادي نخصص شي نهار اللي غنشوف فيه باك. ايوا، وعندهم غير انت؟ ما عندكش شي خوك ولا اختك؟ ابحرا ولدات امي الله يحفظها، واحد الوليد خويا الصغير. ايوا سميتوه ولا مازال تتقلبوا ليه على شي سميه؟ سماه با البارح، سماه سعد. لا اله الا الله، والله ولدي سعيد، الا تنكون مكشر غير تنشوفك في القسم. سبحان الله، وتنتفاجأ وتنحس بواحد السعاده، وغير تتغبر من قدامي وتيمشي عقلي مع المشاكل اليوميه. عدنان. حاضر استاذ. انت ما حاضرش، كاينه غا كنازتك. مالك ولدي انت، واش ما بغيتيش تقرا ولا راسك ثقيل؟ راه ديما عندنا الصداع في الدار، ما تيخليونيش نحفظ. اديالها الصداع اللي ديما عندكم؟ حيت بابا ديما منوضها مع ماما ومع خواتاتي. حتى كيفاش ماماك خواتاتك؟ ما فهمتش. حتى يجي بابا وما تيلقاهمش في الدار، حيت ما تيدخلوا للدار حتى العشرة الليل، وكاينه واحد اختي ربما ما تجي حتى الصباح. تبارك الله وما شاء الله، وكأن شيء لم يكن عندكم ولا اش نخر؟ ملي تيجيو تنوض قرباله على الماكياج وعلى اللبس اللي تيلبسو. على باك فاش خدام؟ مدير ديال البنكه. تبارك الله، كراه شاري لك حتى التليفون. ها هما اللبس تبارك الله راه واضح وباين عليك. اشاري لي حتى البيسي والتروتينات وبيكالا الكتريك. وهذه هي الدساره. وبالصفه وليدي انت ما غتقرا اخرى. اتنجي ليها غبزز ما حملها كاع. غاطمئن وليدي، غيجيك النهار اللي غتندم فيه على النهار اللي دزتي فيه. على المثل القديم اشنو تيقول؟ ناموا ولا تستيقظوا ما فاز الا النوام.
نعس وليدي على خاطرك. او انت سعيد تبقى تدوز عندي للدار مع السبعه د العشيه باش نساعدك السي سعيد في دروسك ان شاء الله. او علاش الوليد ديالي انا حط لينا في الكنيراد؟ والحقيقه ماشي في السميه ولا في جيب عامر، الحقيقه في المخ الا كان عند بنادم. غدا غتجيبوا معاكم الكتاب ديال الرياضيات باش نكمل معاكم الحصه اللي باقي فيها. يلا خروج. رابحه راني جبت لكم واحد الدريهم ديال البلبوله، ديري لينا عليها العشاء. احمدنا الله على فضله وكراك تمحنتي اليوم. ايوا الله يقويك. ايوا ما نقولوا غير الحمد لله، واحد النهار كاين واحد النهار ما كاين، كل نهار ورزقه. راحنا غادينا غاب سفينة الله، اللي دارها واللي جابها مرحبا بها. الحمد لله ما قلناش. سعدي يا مسعود. با السلام. السلام ولدي، واش بخرجيتي؟ هذا وين با؟ وراه سولني اليوم الاستاذ. اياك لاباس، فاش في السلامه؟ راه باغي يشوفك. يشوفني؟ ياك ما لبسك الشيطان ودرتي شي حاجه خارجه على طاعه الله. اللبه الامور كلها بخير. انا ولدك سعيد، واش ما تعرفنيش؟ انا راني شبهك با، حنا راه غير ناس دراوش رايمين غاجر بالحيط. راه غير حيت سولني واحد السؤال وجاوبته بكل صراحه وبغيت اكد منك انت صافي. ايوا يدير الله خير، يصبح ويفتح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ياك انت الاب ديال سعيد؟ ايه نعم سيدي، انا استاذ ديال ولدك وراني بغيت نعنك على داك البيد. تبارك الله ما شاء الله، هو الوحيد اللي عندي في القسم، راه جاب النقطة الاولى هذا العام، وإلا استمر على هذا النهج راه غيكون إن شاء الله شي حاجة في هذه البلاد وغيتحقق مراده. إوا سيدي بارك الله فيك، وراه كيف تايقولوا أنا مربي من عند ربي. إيه ولكن راه حتى حسن الطبية اللي هي مسؤولية الوالدين هي تتعاون، والفضل كله كيرجع لك أنت اللي عرفتي كيفاش تربيه. نعم سيدي، الله تيخلق الانسان ولكن كلها وكيعطاه عقله وكلها وكيصمم ليه قلبه وله في ذلك حكم. بقي لي معك واحد السؤال. مرحبا عم سيدي، ابغيت غير نعرف كيفاش انت اسميتك مسعود، ورتك اسمها رابحة سعيد، وولدك سميتيه سعيد، وراني نسيت نبارك لك المولود الجديد اللي حتى هو سميتيه سعد، علاش زعما؟ وراني بحرا قلت عليك، كلها وقلبه كلها وعقله. اللي بحالي ما فحالوش راه واخا ما عنديش كاع ما همنيش. احنا استاذ ما عندناش وما خاصاش وما بغيناش، يكفي الى رزقنا الله العوينات والصحيحه راحنا لاباس عينا حيت ما دايماش. اللي حل الكرش والدنيا غتصدو على ذكر الله، وحنا من النوع اللي بغاها لهيه سيدي، ما بغيناهاش هنا. لحقاش هنا خاصة غاب المهرشة وشي باغي يبان على شي وهي ما ديال حتى شي. أما دام ربي كاين ما همنا لا هي ولا اش كاين، راه كل شي عين باين غير اللي بغا يتعامى عليها. أو سيدي راني غادي مع وليداتي غا باش عرفني الله والحمد لله. تبارك الله عليك السي مسعود، أنا رانا واخا أستاذ اليوم تعلمت منك درس اللي ما غنسمعوش من عند داك اللي خانز فلوس، اللي بغى الحكمة والموعظة يلقاها عند الدرويش، الله يفتح عليك الشريف. وتتمنى تكون قلوب الناس بحال قلبك، لأننا حنا اللي كنتحكموا فيها باش نساقمو ونشدو الطريق. إيوا الله ما وفق. السلام عليكم.